لماذا دائما أنصحكم بالدورة التكوينية الأونلاين وليس الحضورية؟ أنا كمدرب في مجال التنويم المغناطيسي دائما أنصح الطلاب بأن يأخذوا دورة تكوينية أونلاين وليس حضورية. الدورة الأونلاين لها مميزات كثيرة جدا غير الحضورية. كما نعلم الدورة الأونلاين هي تكون دورة عن بعد، يا عن طريق ملف، يا عن طريق تليجرام، يا عن طريق الواتساب، يا عن طريق فيديو أو شيء من هذا القبيل. أما الدورة الحضورية فإنها تكون في المدارس. أنا كمدرب دائما أختار الدورة الأونلاين، وأكثر الدورات التي أخذها فأخذها تكون أونلاين، والدورة الأونلاين أستفيد منها بشكل كبير أكثر من الدورة الحضورية. فلماذا الدورة الأونلاين وما مميزات الدورات الأونلاين في أي دورة كانت؟ أنا سأعطي نموذج مثلا في التنويم المغناطيسي. فعندما تأخذ مثلا دورة التنويم المغناطيسي أونلاين فإنك تستفيد الكثير من الأشياء، أنها الدورة تبقى معك للأبد، هذا أول شيء. ثاني شيء هو أنها الدورة يمكنك أن تراجعها في أي وقت تريد، يا في الصباح يا في المساء يا في الليل، يمكن كذلك في نفس الوقت. المميزة الثالثة تقريبا هي الدورة أنك يمكنك أن تراجعها أكثر من مرة. كذلك في نفس الوقت الدورة إذا لم تسمع شيء معين أو شيء من هذا القبيل يمكنك أن تراجعه، وكذلك الكثير من الأشياء في الدورة الأونلاين. أما من ناحية الدورة الحضورية فإنك الدورة الحضورية أنك تحضر لها تقريبا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر، ومن بعد إذا نسيت شيئا ما فإنك تنساه للأبد. وكذلك في نفس الوقت الدورة لن تشاهدها أبدا للأبد فقط في الدورة الحضورية. وعندما تكون في دورة حضورية فقمة التركيز والتركيز كثيرا، فإنك تشعر بالنوم أو تشعر بالتعب ولا تستطيع السماع المدرب ماذا يقول. وفي بعض الأحيان ممكن المدرب يقول أشياء وأنت عندما تذهب إلى المنزل تنسى على تلك الأشياء. ومشكل يصير مع الكثير من الأشخاص هو أن عندما يذهب إلى الدورة الحضورية فإنه يذهب مع ورقة وقلم ويكتب ويدون المعلومات التي قالها المدرب، وعندما يذهب إلى المنزل لا يستطيع أن يراجع ما موجود في الورقة والذي دونه في الورقة أو دونه في الكتاب، وهذا أمر يصير مع الجميع. فالدورة الأونلاين فإنك يمكنك تراجعها في أي وقت تريد، وعندما تراجع الدورة الأونلاين فإذا لم تفهم أي شيء أو شيء من القبيل يمكنك أن تتواصل مع المدرب عن بعد كذلك ويساعدك. أنا دائما أختار الدورة الأونلاين، ودائما 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 أختار الدورة الأونلاين. احترفت كثيرا في مجال التنويم المغناطيسي من الدورة الأونلاين، واحترفت بشكل كثير في مجال فن السحر أونلاين كذلك، وكذلك درست مجال فن البيع والماركتين إلى آخره والديجيتال ماركتين كذلك، احترفت عنه عن طريق الأونلاين كذلك، احترفت مجال الإعلانات عن طريق الجوجل والفيسبوك إلى آخره أونلاين، ودائما أختار الدورة الأونلاين. فالجميل هو أن الدورة تبقى معك للأبد، يمكن أن تقريبا سنة كاملة لم تراجع الدورة، فمن بعد سنة يمكنك أن تراجع الدورة من جديد فلا يوجد أي مشكلة. أما إذا أخذت دورة تكوينية حضورية فإذا لم تراجعها في نفس الوقت وتعمل مجهود في نفس الوقت فإنك ستخسر الدورة ولن تستفيد أي شيء. لذلك دائما أنصح بالدورات الأونلاين، اشتري دورة أونلاين في أي مجال تريد، اختر الدورة الأونلاين حتى تبقى معك للأبد وتراجعها في أي وقت تريد، لأنك ستحتاجها من بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات وتجد نفسك نسيت على كل شيء. فيستحسن أن تكون دورة أونلاين حتى تراجعها في أي وقت تريد، في الصباح في الليل في أي وقت، وتركز بشكل كبير. وإذا تعبت يمكنك الذهاب لمدة يوم أو ساعة أو ساعتين أو 10 أيام وترجع للدورة من جديد لتكمل. هذه المميزة الدورة الأونلاين، ودائما أنصحكم بالدورة الأونلاين. وأغلب طلابي في مجال التنويم المغناطيسي احترفوا أونلاين، وأنا شخصيا احترفت في الكثير من الدورات الأونلاين أكثر من الحضوري. هذا كل شيء. أي استفسار أي مساعدة ضع تعليق على هذا الفيديو، والسلام عليكم وإلى اللقاء.